وجه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم كلمة بمناسبة احتفال مصر بيوم الشهيد والذي يوافق الخميس المقبل 9 مارس. وأكد رئيس مجلس الشيوخ أنه في هذه الذكرى نستعيد تضحيات وبطولات أبطال مصر المخلصين في حرب الاستنزاف التي ردت الكرامة لمصر وأعطت الأمل ومهدت لحرب أكتوبر الخالدة حرب النصر والكرامة والتحرير. أن احتفالنا بهذه الذكرى الطيبة لهو خير دليل على أن مصر ولم تنسى فضل أبنائها البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن العظيم ليحيا المصريون في سلام وأمان واستقرار، ولنقول لهم ولكل من سار على خطاهم واختفى أثرهم من أبناء مصر الشرفاء الذين ضحوا ولا زالوا يضحون أن مصر الوفية لم تنساكم وستظل تذكركم وتفخر بكم. وبهذه المناسبة الجليلة أتقدم باسمي وباسمكم باسم آيات التقدير والاعتزاز والدعاء بالرحمة لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم لتظل مصر أبية عزيزة على مر العصور، كما أقدم التحية لأسرهم وذويهم الذين تحملوا آلام الفراق من أجل أمن وأمان هذا الشعب العظيم واستقراره.